السلام عليكم البنات، من تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نهضر لكم على مشترياتي من ليدل. هاد المشتريات هادو البنات كما كتشوفوا جمعتهم لي، خليتهم هنا في البلاستيكه باش خديتهم جيت نهضر لكم عليهم، وخليتهم هنايا في البلاستيكه، وخليت حتى داك الفاكتوره حيت الناس كيسولوني على الاثمنه بزاف. المهم الاثمنه بقا نقولهم فمي، و الا نسيتهم غادي نخليهم لكم هنايا البنات، غايبان لكم الاثمنه. المهم البنات، اول حاجه اللي غادي نهضر عليه هو هادو. هادو اللي كنتو عقلتو عليهم، كان واحد سميتو اللي كانوا يعني واحد الغزوه اللي كانت في ليدل في الروسا، ولكن ليدل بحال وقفوه ما بقاش، يعني ديما كنمشي ليه وما كنلقاش. ديال الميركادو انا خايف بزاف كيجي حافي، وهذا عجبني. المهم هذا فاش لقيتو، انا عجبني الروسا، كنهضر على الروسا، ولكن هذا فاش لقيتو، لقيتو الباكاجين ديالو مبدل واللون ديالو مبدل وكلشي. المهم غادي نجربو وغادي نقول لكم واش بحال القديم ولا لا. المهم هذا دارو شيبي، وداك اللي كنت كندي غوز. المهم هذا ولا ب 75 سنتيم، زادو لي في الثمن، وهذاك في الاول كان بديك 45 هكاك، يعني 45 40 سنتيم باش كان في الاول. المهم خديت فيهم جوج حتى نجربهم ونهضر لكم عليهم ونقول لكم واش زوينين ولا لا. المشتري الثاني البنات من ميركادونا هو هذا نوفيداد جديد ديال لي، قلت لكم ميركادونا جديد ديال ليدل البنات. هذا نوفيداد راه مكتوبه فيه نويبو. المهم هذا البنات خيل دي بانيو فريسكور اسول، الا كنتي عقلتي على فريسكور اسول كيتباع في ميركادونا، ولكن بالنسبه للريحه غادي نشمو باش نشوفو واش بحال بحال. لا مغير، هذاك لا علاقه مع، يعني هذا لا علاقه مع هذاك، هذا حتى هو الريحه ديالو واعره زوينه بزاف، والثمن ديالو غنخليه لكم البنات هنا. الثمن ديالو راه ما كيفوتش اورو، وهذا كما كتشوفوا قال لك نوتري ولا كيغذي البشره، وهذا كيصلح لجميع انواع ديال البشره، وقال لك فيغانو. هما قال لك فيغانو بمعنى يعني ما فيهش مواد خايبه، وفيه 750 مليلتر البنات، والثمن ديالو راه مناسب. وكما كتشوفوا هذا راه من نوفيدات ديال لي، يعني هذا نويبو ولا نوفيدات جديد البنات. كما كتشوفوا خديت فيه جوج القراعي من ليدل البنات. كما كتشوفوا هذا شامبو ماشي جديد، هذا الشامبو هذا البنات راه هضرت لكم عليه في داك الفيديو اللي فات، قلت لكم راه كنغسل به شعري، وهذا البنات راه كمل ليا تقضى ليا داك النهار، وخديته مشيت للدار الثاني خديته. هذا البنات كما كتشوفوا فري فيه بزاف ديال الانواع ديال الفيتامينات، وقال لك فيه بي 5 ولا بي 5، وقال لك كيقوي الشعر وكيبروتيخي، يعني كيحمي الشعر ديالنا. قال لك ابورتا بريو، يعني كيهدر لك البريو في الشعر صح، هذاك الشيء شفتو. قال لك كيرطب، بصح كيرطب الشعر، وهذا البنات كما قلت لكم قال لك ديال الشعر العادي، يعني الشعر العادي، ولكن في حاجات اللي يقدر يديروه الناس اللي عندهم الشعر الجاف. المهم البنات راه التكستوره ديالو عارفه حيت انا كندوش فيه، التكستوره ديالو كتجي بحال كريمي، يعني التكستوره ديالو كريموسا. والثمن ديالو البنات غادي نحطو لكم هنايا، غادي تشوفوا علاش كنقول لكم الثمن ديالو غادي نحطو لكم هنايا كتسمعوا كنعاودو، باش الا نكون كنمونطي الفيديو نسمع بلي خصني نحط لكم الثمن. المهم البنات حيت كننسى، المهم البنات هذا فيه 300 مليلتر، وهذا كيجي باللغه يعني كيجي باللغه البرتغاليه وكيجي باللغه الاسبانيه، يقدر يكون في ليدل ديال الدول الاخرى، ولكن كل دوله كيجي باللغه ديالها. المهم البنات كما قلت لكم هذا هو اللي بديت كنغسل به، علاش دابا التجأت لميركادونا، التجأت لليدل، علاش حيت ميركادونا دابا ولات الاثمنه ديالها غاليين بزاف، وصراحه انا ما غاديش ناخذ واحد شامبو اللي عارفه كيكونوا فيه مواد كيميكوس ونشري بحال شريتو عند الفارماسيا، يعني هما ولاو ميركادونا ولاو زادوا في الاثمنه. انا بالي ما عرفتش هذاك سوبر ميركادو ولا فارماسيا، يعني داك الشيء تزاد بزاف، ما بقيتش انا صراحه ما بقيتش كناخذ عندهم. ليدل مازال كتلقاي عندهم منتجات هكا فيغانات، منتجات طبيعيه، وما كتمليش منهم، ما كتلقايش نفس الاكل، نفس حتى في الاكل راه كيبدلوا، كيجيبوا لكم الاكل كما كتشوفوا الفيديو اللي مازال ما تفرجتش، داك الفيديو اللي حطيت لكم العطريه ديال المغرب وداك الشيء، راه غنحطوا لكم البنات هنايا باش تقدروا تشوفوا. المهم داك الشيء كيعجبني انا في ليدل، كيحطوا في الاكل ديال مثلا ديال المغرب، الاكل ديال الشينوا، الاكل ديال لبنان، الاكل ديال العرب، كيحطوا داك الشيء سميتو، ماشي بحال ديال ماشي بحال ميركادونا كتحط داك الشيء ديما، والمنتجات غاليين بزاف. انا حاليا ما نقدرش
دابا مثلا الا بغيتي ديري غير واحد لين بيسا فاسيال بالمنتجات ديال ميركادونا، الجل ديالو جا 5 اورو، الماسكه طلعو باورو جوج اورو قل، كريمه طلعو حتى 10 اورو ولا شحال، يعني بشحال غادي تقابلك داكشي؟ تقابلك باش تمشي تخلصي لواحد السنترو اللي يقدر يدير لك لين بيسا فاسيال. داكشي على الاحسن. انا دابا وليت انا من ديما كنجرب المنتجات ديال ليدل، ولكن دابا غنبقى ناخذ من ليدل على شي ميركادونا، راه غلاه ميركادونا ما نقدرش الصراحه نشري فيها حتى ما كيجي لها ولا غالي، ما كاينش نقولوا ما كاينش بريمور كيطلع لك عالمي ورخيص بزاف، ولكن ميركادونا هي غير ماركه بلانكا ومغليه المكياج ديالها. المهم البنات كما قلت لكم هذا كيجي فيه 300 مللتر وهذا راه دائما كناخذو من ليدل، راه كنتشاركت معكم. دابا غادي ندوزو نهضروا على هذا المنتج اللي خديت منهم 3. المهم انا غادي نحط واحد باش نهضر لكم على هذا، علاش البنات هذا خديت منه 3، علاش قال لك هذا شامبو ديال الرجال، ولكن حنايا باش نكونوا كندوش وكننظفوا راسنا ما غاديش يقدروا يشموا فينا الناس واش دوشنا بالشامبو ديال الراجل ولا دوشنا بالشامبو ديال المراه. المهم هذا علاش هذا قال لك كتعرفي داكشي ديال الريحه ديالو قويه، كتعرفي داكشي ديال الرجال كيديروه قوي بزاف على ديال المراه. علاش؟ اولا هذا قال لك كيخلي واحد الريحه زوينه في الشعر، يعني قال لك ما كيخليكش داك الريحه ديال العرق في الراس ولا ديك الريحه الخانزه اللي كتكون في الجلده ديال الراس، قال لك هذا ما كيخليهاش. وكتعرفي داك المنتجات ديال الرجاله كيكثروا في دوك الروائح. وهاد الحاجه الثانيه هو فيه دوس انونو، علاش قال لك هذا فيه كتقدري تاخدي كاتشامبو وتقدري تغسلي به حتى الجسم ديالك. غير حنا العيالات كيديروا لنا بزاف ديال بوبليسيتات، قال لها هذا راه ديال تحت البيت، لا خصك تغسلي به ودنك، لا خصك تغسلي به صبع رجليك باش تشري. الرجال لا، هما الرجال ما كيشريوش بزاف بحال العيالات، يعني كيشدوا هذا الشامبو كيغسل به كلشي، كيغسل به وجهه، يغسل به كلشي هو ماشي بحال المراه تقول لك لا خصني نغسل هذا بواحد الصابون هكا حساس ما نعرفهاش، خصني نغسل رجلي بهذا الصابون، هما كلشي. داكشي علاه هنايا دايرين دوز انونو، يعني دايرين ليهم جيل دوش وفي نفس الوقت شامبو. ولكن اللي عجبني انايا في هذا الشامبو هذا هو قال لك باللي يعني كيحيد لك ديك الريحه الخايبه اللي كتكون في الراس. المهم هذا اجات صح، الريحه ديالو مجهده 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 بزاف، يعني الريحه ديالو واعره. والمنتجات ديال الرجال كيكونوا الصراحه افيكاس. وهذا البنات كنخلي لكم الثمن ديالو هنا، غنقولها ثاني باش في المونتاج ندير لكم الثمن ديالو. وكما قلت لكم الريحه ديالو واعره بزاف، انا صراحه ما ذوقيتش توش ميتو عجبني، قريت هذاك الشيء عجبني، قلت علاش لا ما ناخذو ونجربو، حيت اصلا دوشتي بالشامبو شكون هذا اللي غيعرفك واش غسلتي به الراجل ولا غسلتي ديال، راه هذاك الشيء راه غير حيت ماركتينغ بوبليسيتي يقول لك هذا ديال هذا هذا ديال هذا. وخصوصا حنايا اللي كتلاحظوا كيقول لك الريحه ديال الشعر، الريحه ديال ما نعرفهاش، الريحه ديال هذا، الريحه ديال هذا، علاش هاد المراه كتشري بزاف ماشي بحال الراجل ما كيشريش، هو ياخذ هذا غيغسل به كلشي من راسو حتى لرجليه. المهم البنات كما قلت لكم هذا فيه 300 مليلتر، المهم كما قلت لكم خديت فيه 3، علاش؟ حيت الريحه ديالو زوينه بزاف، يعني الريحه ديالو باينه كدوم في الشعر ماشي بحال الشامبو ديال العيالات كيديروا فيه داكشي ناقص، كتغسلي كتخرجي من شعرك خصك دائما ديري ليه شي بيرفومي ولا شي ريحه ديال الشعر، علاش؟ حيت داك الشامبو راه ما دارش ديك الريحه. كنت كنعقل على شي شامبو كان كيجيبوه من الاب ديالي ديك الساعه القديم في فرنسا في دوك الفينات وديك التسعينات، كان كيجيبوه من فرنسا، عرفتي داك الشامبو ما كيتحيدش لك الريحه ديالو في راسك 3 ايام راه كثر ولا حتى سيمانه كتلصق لك ريحه الكوكو في الراس ديالك ما كتحيدش. ولكن دابا ما بقاش، دابا كنلاحظ الشامبو كتغسلي به الريحه ديالو ما كتكونش في شعرك نهائيا، اما في القديم في المنتج دوك القدام اللي كانوا كيجيو من فرنسا وداك الشيء راه كيكون جيل دوش الدات ديالك كتشليها كتشمي مازال لحمك فيه ريحه الكوكو وشعرك كذلك، كتبقى واحد الريحه زوينه. ولكن دابا صافي نقصوا داك الشيء ما بقاش كيديروا هكا الروائح وداك الشيء، وهذا شفتو بحال بحال يعني الريحه ديالو بلا ما تحلي كتشم مجهده. غنخليكم الثمن هنايا باش تشوفوا. دابا غادي ندوز نوري لكم اخر منتج اللي خديت، داري ليه اوفرتا الا بغيتو تاخذوه الوليدات ديالكم، داري ليه اوفرتا في ليدل. هو هذا البنات داري ليه اوفرتا، خديت فيهم جوج كما كتشوفوا. هذا قال لك فيه صابور ديال ليمون وديال كوكاكولا وديال نارانخا وديال سيريساس، المهم تنوع في الالوان كما كتشوفوا البنات اللي بغيتو تاخذوهم الوليدات ديالكم. ما كيكونوا هذوك بحال شكل بولو دوك المثلجات كديرهم في الثلاجه
كيقصاحو وصافي الوليدات ديالكم كياكلوهم. علاش؟ حيت فاش كتبغي تاخدي شي تينده هكا عاديه كتلقاي تينده كتبيع لك وحده بشي 40 سنتيم ولا 50 سنتيم ما بقيتش عاقله. اللهم خديهم، راه داروا ليهم سميتو اوفر تحت ميركادونا. دابا مع زادو الاثمنه راه ولا غالي. ليدل هذا داير لي وقيلا 70 سنتيم كاك ولا 75، ما نخليكم الثمن هنا ما بقاش عاقل عاقله، ولكن دايرين فيه اوفر. المهم البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو ولا يعجبكم، وصيفطوا لايكات وشكرا لكم، وبالسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بالسلامه.